البدايه دايما بتكون باهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. تعالوا نشوف. الجمهوريه الخطيب يناقش اللائحه بالفروع الثلاثه. حرب الانسحابات والتهديدات تتصاعد بين الاهلي والجبلايه بسبب نور الدين. الاهرام الاهلي يرفض الضغوط ويتمسك بنزاهه المنظومه التحكيميه قبل استكمال مسابقه الدوري. النادي لاتحاد الكره اذا كان الهدف اسقاط الفريق فعلينا توفير التكاليف. مهله حمراء لاتحاد الكره قبل الانسحاب عبد الفتاح حكامنا شرفاء وطلبات الاهلي مرفوضه. الاخبار الاهلي يرفض نغمه الصيد السهل في صراع الابطال. الاخبار المسائي كارسيرونيو ذاكر هورايا بالفيديو. والمسا ممنوع الكلام عن صفقات الشتاء في الاهلي. محمد يوسف لسه بدري، هدفنا التركيز واستعاده اللقب الافريقي. لسه طبعا توابع الازمه اللي حصلت ما بين النادي الاهلي والانتاج الحربي او بعد مباراه الاهلي والانتاج الحربي وبين القوي اللي اصدره مجلس اداره النادي الاهلي والطلبات اللي طبعا طلبها النادي الاهلي من اتحاد الكره انه ينفذها عشان يضمن بيها نزاهه المسابقه زي ما انتم تابعتوا في المانشيتات. اليوم السابع قالت ان حرب التهديدات والانسحابات بدات تتصاعد ما بين النادي الاهلي وما بين الجبلايه بسبب اخطاء نور الدين في مباراه الانتاج الحربي. الاهرام كمان اكدت ان النادي الاهلي بيرفض بقوه كل الضغوط اللي بتحط عليه وان النادي متمسك جدا بضمان نزاهه منظومه التحكيم كشرط عشان يستكمل المشاركه في الدوري الممتاز. وكمان قالت الاهرام ان النادي الاهلي وجه رساله لاتحاد الكوره مضمونها انه لو كان في نيه بتهدف لاسقاط النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي فالاولى ان احنا نفوز او نوفر عفوا التكاليف وما نكملش الدوري من الاساس. كمان الجمهورية فقالت ان النادي الاهلي ادى اتحاد الكرة مهلة قبل ما ينسحب وان فترة توقف الدوري فترة مناسبة عشان يحقق مطالب النادي الاهلي وتتمتع البطولة بمنظومة تحكيمية جيدة. كمان الاخبار فتكلمت عن بطولة افريقيا وان في اراء كتير بتستسهل مواجهة النادي الاهلي لفريق هورايا كوناكري الغيني وشايفين ان الطريق النادي الاهلي سهل لكن طبعا ادارة النادي الاهلي الفنية بترفض الكلام ده جملة وتفصيلا وبتأكد طبعا ان الطريق مش هيكون سهل في البطولة بالمرة وان الفريق جاهز ويقدر ان هو ينافس بكل قوة على الحق الهدف وتحقيق الهدف. كمان جريدة المسا قالت او نقلت تصريح لمحمد يوسف المدرب العام والقائم طبعا باعمال المدير الكرة في النادي الاهلي اللي بيرفض الكلام عن صفقات الشتاء وان الوقت لسه بدري طبعا جدا وان ممنوع الكلام في الموضوع ده في الوقت الحالي وان التركيز دلوقتي على بطولة افريقيا واستعادة اللقب الافريقي. ده كان كلام الجرايد عن النادي الاهلي. دلوقتي بقى تعالوا نروح معاكم ونشوف المواقع على الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. في الجولة عبد الفتاح بيان الاهلي يتسم بالقسوة وهناك عقوبات غير معلنة للحكام. الخطيب يجتمع مع اعضاء عمومية الاهلي بفرع الجزيرة الخامس. نبيل الحلفاوي لا خوف على الاهلي والعموميه قادره على صياغه دستور المستقبل. لجنه اللوائح تضع استراتيجيه تطوير النشاط الرياضي. محمد هاني طموحي اكون رقم واحد في منتخب مصر. الاصابه لم تمنعها. تمنعهما مروان محسن والشناوي يشاركان في تدريبات المنتخب. أجاي يبدا مرحله جديده من التاهيل. وأهلي 99 يواجه المصري في بطولة الجمهورية غدا. أهلي 2004 يواجه دمياط الجديدة وديا غدا. سباحة الأهلي تحت 12 سنة تحصد 4 ميداليات في منافسات كأس الاتحاد. هنبتدي
نبتدي اهم الاخبار من في الجول. في الجول قالت ان صرح حسام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام ان هو بيكن كل الاحترام للنادي الاهلي وبيقفوا على مسافه واحده ما بين كل الانديه في الدوري المصري ممتاز، وطبيعي جدا ان يكون في بعض الحالات التحكيميه الخاطئه. وكمان قال ان خطاب النادي الاهلي كان قاسي على التحكيم وعلى الاجواء العامه في مصر، صعبه طبعا جدا في الوقت الحالي، وان هو بيشدد على ان العقوبات لا يتم الاعلان عنها وده ميثاق في قواعد التحكيم، وبيؤيده بشده لان الاعلان اكيد هياثر بشكل سلبي على التحكيم. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيلتقي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي باعضاء الجمعيه العموميه في حضور اعضاء اللجنه المركزيه لمشروع لائحه النظام الاساسي بكره ان شاء الله الخميس في مقر النادي في الجزيره، والجمعيه بفرع مدينه نصر، والسبت ان شاء الله هيكون في فرع الشيخ زايد، وهيناقشوا طبعا مشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي مع الاعضاء ويتعرفوا على مقترحات الاعضاء قبل عرض اللائحه على الجمعيه العموميه غير العاديه يوم 28 سبتمبر الحالي. كمان عبر الفنان نبيل الحلفاوي عن سعادته بالمشاركه في ورشه الشخصيات العامه لمناقشه مشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، واكد ان طرح مشروع اللائحه للنقاش ومنح دور لاعضاء ومحبي النادي الاهلي في الموضوع ده بيمثل توجه غير مسبوق نحو الديمقراطيه، وان الامر ده مش جديد على النادي الاهلي صاحب الرياده في كل المجالات. وقال كمان الحلفاوي ان هو بيقدر جدا اللجنه المركزيه اللي بتشرف على ملف اللائحه اللي طبعا استجابت بسرعه لرؤيه اعضاء النادي وعملت الغاءات وتعديلات وتجديدات في البنود بما يصب في مصلحه النادي الاهلي وبيعمل على تحقيق اهدافه. كمان موقع رسمي للنادي الاهلي قال ان عقدت لجنه تطوير اللوائح في النشاط الرياضي في النادي الاهلي اجتماع امبارح، وبتضم اللجنه كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي وياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضي في النادي الاهلي ودكتور سامح حمدي وياسر عبد العال وعماد حلمي وطارق مسعود. وتطرق الاجتماع ده لعدد من الملفات المتعلقه باعاده هيكله العمل في قطاع النشاط الرياضي، وتضمنت برضو وضع استراتيجيه جديده بتتضمن اليات بتعمل على تطوير العمل وفتح الباب قصاد الاستثمار بما يضمن طبعا زياده الموارد الماليه في النشاط الرياضي واتخاذ ما يلزم لمساعده الاجهزه الفنيه والفرق على تحقيق الإنجازات. في الجول كمان قال ان بيخوض المنتخب او الاول نقل تصريح لمحمد هاني ظهير ايمن النادي الاهلي ان وجوده في معسكر المنتخب الوطني وسط الكبار بيعد طبعا مسؤوليه كبيره بتفرض على اي لاعب ان هو يؤدي بجديه جدا. وكمان قال محمد هاني لا يوجد منتخب قوي او منتخب ضعيف، كلنا بنسعى ان احنا نفرض اسلوبنا وننفذ التعليمات والخطه الخاصه بالجهاز الفني. كمان قال في الجول ان بيخوض المنتخب الوطني تدريبه الثالث في استاد برج العرب في اطار معسكره المغلق النهارده مساء استعدادا لمواجهه النيجر يوم السبت اللي جاي ضمن الجوله الثانيه لتصفيات المجموعه العاشره اللي بتؤهل لنهائيات الامم الافريقيه. بيشارك في التمرين كل اللعيبه ال 24 الموجودين في المعسكر بما فيهم مروان محسن واللي طبعا ادى تدريبات تاهيليه منفرده امبارح بالاضافه لمحمد الشناوي لو مش هتعوقه طبعا الكدمه اللي تلقاها في وشه في نهايه تمرين امبارح. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيبدا جونيور اجاي مهاجم النادي الاهلي المرحله الثانيه ليه من التاهيل، وبتشمل المرحله دي تدريبات تقويه عضلات وجلسات في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في النادي الاهلي، وده بعد رجوع الفريق من الراحه السلبيه واللي منحها ليهم باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيستعد ناشئي النادي الاهلي لكره القدم مواليد 99 ان هم يواجهوا المصري بكره ان شاء الله يوم الخميس في لقاء الجوله الثانيه من بطوله الجمهوريه على الملعب الفرعي للجيش الثالث في السويس، وهيلعب النادي الاهلي في الجوله الثالثه قصاد وادي دجله يوم الخميس برضو 13 سبتمبر على ملعب مدينه نصر الساعه 4 مساء او عصر عفوا. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان فريق الناشئين في النادي الاهلي لكره القدم مواليد 2004
هيقابل فريق دمياط بكره ان شاء الله الخميس في مباراه وديه على الملعب الفرعي في مدينه نصر، وهيقابل نادي الاهلي مواليد 2000 نادي الاعلاميين استعدادا للمشاركه في بطوله منطقه القاهره، واللي هتبدا منافساتها باذن الله يوم الجمعه 14 سبتمبر. وهيفتتح الفريق الاحمر مبارياته خلال البطوله دي بمواجهه فريق السكه الحديد. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان حصد فريق السباحه في النادي الاهلي تحت 12 سنه 4 ميداليات لحد دلوقتي في بطوله كاس الاتحاد المقامه في استاد القاهره، وهتستمر البطوله دي لغايه 16 سبتمبر الجاري. فاز عمر امير حازم بالمركز الاول وبالميداليه الذهب، فاز كمان فريق البنات في النادي الاهلي بالمركز الاول وبالميداليه الذهب، فازت جنى صلاح بالمركز الاول وبالميداليه الذهب، وكمان توجت ملك هشام بالمركز الثاني. وبتقام بطوله كاس الاتحاد للمره الاولى بهدف ان هي تكتشف المواهب الجديده في مراحل عمريه صغيره. والنادي الاهلي فريق سباحه 11 سنه او تحت 11 سنه توج برده بالمركز الأول أولاد والتاني بنات في ختام منافسات البطولة. فاصل قصير بقى وهنرجع بعد كده نتابع معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.